وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه جديده هتكون فيها كذا حاجه. هتبقى وصفه ديك رومي محشي، وعندنا معاه صوص، وهنقدم كمان معاه جزر باني. نبتدي نقول المقادير مع بعض. بالنسبه للديك الرومي المحشي عندنا فلفل اخضر مفروم ناعم، 2 بصله مفرومه ناعمه، 2 فص ثوم مفروم، 2 معلقه صغيره كزبره ناشفه، 1 معلقه صغيره كمون ناعم، 8 معلقه صغيره شطه، 500 جرام سجق، سجق دجاج مش لحمه، 1 صدر ديك رومي مخلي، وهو بيتباع كده في السوبر ماركت، بيتباع صدر مخلي، وربع معلقه صغيره ملح، وربع معلقه صغيره فلفل. بالنسبة لصوص البرتقال اللي هنعمله إن شاء الله مع بعض، عندنا 1 كوب عصير برتقال، نص كوب أوراق كزبرة، ربع كوب أوريجانو مفروم، زائد 4 معالق صغيرة أوريجانو ناشف. عندنا ربع كوب عصير ليمون، 4 فص ثوم مفروم، 1 معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل، ربع معلقة صغيرة ملح، 8 معلقة صغيرة شطة، و1 كوب زيت زيتون. وزيت الزيتون على حسب الملمس بتاع الصوص في الآخر، احتمال ان احنا نحتاج شوية كمان، فيعني كوباية زيت زيتون كبداية، لو احتاجنا اكتر هنزود تاني. بالنسبة للجزر البانيه هيكون عندنا 6 جزرات مقطعين بالنص بالطول زي ما احنا شايفين كده. عندنا 50 مللتر زيت زيتون، 3 فص ثوم، و3 عود زعتر. وبالنسبة للتغطية علشان نعمل الجزر بانيه، عندنا 150 جرام بانكو، ممكن نستعمل بقسماط للي عايز. عندنا 1 معلقة كبيرة بابريكا مدخنة، 75 جرام دقيق، 500 مللتر لبن، وعندنا زيت للقلي. نبتدي مع بعض بالديك. هو صحيح مخلي، بس احنا عايزين نخليه ارفع من كده. هنخلي الصدر نفتحه زي اكننا بنعمل سجادة كده. هنحاول نخليه رفيع عن كده زي ما احنا شايفين، هو بيجي بالشكل ده. مفيش مشكلة خالص ان احنا حتى لو حتة اتقطعت مننا هو جاي كده في حتة مقطوعة، مفيش مشكلة خالص، لان هو الالبيومين اللي في الديك هيخلي الديك يتماسك مع بعض تاني اول ما يدخل الفرن بالحرارة. اوكي، فنشوف اكتر حتة تخينة في الدقيق في الديك، ونبتدي نفتحها بالشكل ده. زي ما قلت لو حاجة اتقطعت مننا مش مشكلة خالص، هو هيرجع يمسك في نفسه تاني. أوكي. طبعا لو نحب ان احنا نضربه بالمضرب اللي هو بتاع اللحمة ممكن نرفعه شوية كمان، لكن مش لازم خالص، هو كده كده هيستوي ان شاء الله مننا في الفرن. هاخد كل مقادير الحشو. هحطها مع بعض في بول. خدت الفلفل، البصل، الثوم، البابريكا، كمون، كزبرة، ملح وفلفل، وآخر حاجة سجق الفراخ. احنا شلنا الغلاف بتاعه واخدنا بس الحشو بتاع السجق. هنخلط المقادير دي مع بعض.
وهناخدها على الديك. وهنفردها عليه. بالشكل ده. وبعدين هنبتدي نلف الديك. بالشكل ده. وهنجيب الخيط أو الدبارة ونبتدي نثبته. وبعدين نلف كله ونربطه وبعدين هنربطه بالطول وبالعرض برضو علشان نتأكد انه متماسك كويس. اوكي. وبعدين هجيبه كمان بالعرض كده. ونقطع. ونثبت دي في أول أوكي كده الديك خلاص لفناه. أسخن الطاسة وأحط فيها شوية زيت. عايزين نحمر الديك علشان ياخد لون حلو، ما يطلعش بعد كده من الفرن لونه باهت. عايزينه ياخد لون حلو. ونحط الديك في الطاسة. وأول ما يتحمر وياخد لون حلو هحطه في صينية الفرن وهدخله الفرن على درجة حرارة حوالي 160 ونسيبه في الفرن حوالي ساعتين ياخد راحته في السوا. لو مستعجلين ممكن نلفه بفويل ونحطه على درجة حرارة 180 أو 200. الستيم اللي بيتكون جوه الفويل لما بنلفه بيه بيساعد ان هو يستوي أسرع من غير ما ينشف، لأن لو حطيناه بدون فويل على صينية في الفرن كده على طول على درجة حرارة عالية من بره هينشف ومن جوه هيبقى لسه ناي. نحمر الجنب ده كمان. أوكي. طبعا ممكن نحمره اكتر من كده بس علشان الوقت كده كفاية دلوقتي.
وزي ما قلت هنحطه في فرن هادي حوالي ساعتين، وإن شاء الله يعجبكم لما تجربوا. دلوقتي أعمل الجزر قبل ما نطلع فاصل، عايزة بس أجهزه عشان يتحط في الفرن. هناخد الجزر وهحط عليه الزيت ومعاه الثوم ومعاه الزعتر، نحاول كده ننزل الزعتر بس مش مشكلة، هنحطه كله في الصينية. هقلب ده كله مع بعض، وطبعا ممكن نحط له شوية ملح. وهنرصه على شبكة وهيدخل الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد في الفرن حوالي تلت ساعة تقريبا. احنا عايزينه يستوي شوية بس مش عايزينه السوى بتاعه يبقى كتير قوي، لان هو لسه هيتقلى، فمجرد بس عايزينه يستوي تقريبا نص السوى، يعني يبقى ابتدى يبقى طري بس مش طري زيادة، يعني مش مهروس، مش مهري. هدخل دي الفرن ودلوقتي نطلع فاصل، وبعد كده هنكمل مع بعض بقية وصفة الجزر والصوص، وبعدين نقدم طبق النهاردة إن شاء الله مع بعض. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل بنكمل مع بعض وصفة الجزر، وكمان هنعمل الصوص، وبعد كده نقدم صدر الديك الرومي المحشي. اوكي، ده بيبقى شكل الجزر لما بيطلع من الفرن، زي ما احنا شايفين ابتدى يطرى بس في نفس الوقت ماسك نفسه، لان احنا عايزينه ماسك نفسه علشان لسه هيتقلى. هنعمله بانيه، هنحطه في الدقيق أوكي. احط دول في الدقيق وبعدين في اللبن وبعدين في البانكو او بقسماط، الاثنين هيدونا نفس النتيجة. وهو يعني مش هياخد سوا، مجرد بس البانكو او البقسماط يتحمر خلاص كده هيكون جاهز، لان هو اصلا مستوي نص سوا في الفرن. نشيل بقى كل ده من هنا. اوكي، انا البابريكا نسيت احطها، لكن البابريكا وشوية ممكن ملح وفلفل ممكن نحطهم مع الدقيق او مع البقسماط او البانكو. هناخد الجزر ونبتدي نقليه في الزيت. مش هياخد وقت، لان كل اللي عايزينه ان احنا بس نحمر البانكو.
ولحد ما يبتدي يجهز نبتدي نحضر الصوص. انا هحط كل المقادير ما عدا الزيت في الجاج اللي عندي ده. حطيت عصير البرتقال، الثوم، الزعتر، الكزبرة، الزعتر الناشف، فلفل، الشطة، ملح، وعصير ليمون. هجيب الهاند بلندر وابتدي اضرب دول مع بعض الاول. ودلوقتي ابتدي احط الزيت واحده واحده خالص علشان اكثف الملمس بتاعهم او التكستشر بتاعتهم. اوكي هحتاج شويه زيت كمان. نبص على الجزر، فاضل له شويه كمان. اوكي كده الملمس بتاعه بقى عامل زي الفينيجريت. انا عايزاه يبقى زي صوص اكنه فينيجريت هنحطه مع الديك لما يجهز ان شاء الله. وده بيكون شكل الديك لما بيطلع من الفرن. عايزين نشيل الدبارة اللي عليه ونقطعه. وعلى ما نعمل كده يكون ان شاء الله الجزر بقى جاهز ونقدم كل حاجة مع بعض. برضو زي ما احنا شايفين الديك مش مستحمل. علشان سويناه على نار هادية خالص في الفرن. وزي ما قلت لو مستعجلين ان شاء الله برضو يطلع حلو، بس نلفه في الاول في فويل وبعد كده نشيل الفويل ونخليه بس ياخد التحميرة الأخيرة في الفرن قبل ما نقدم. متهيألي ده كده كل الدبرة.
لو في حاجة تانية هتبان واحنا بنقطع، تهيألي ان دي اخر حتة كده خلاص. نبص على الجزر. اوكي الجزر كده جاهز، نطلعه. وأجيب سكينة ونبتدي نقطعه. ناخد الديك ونبتدي نحطه طبق التقديم. عندي الصوص اللي كان في الصينية مع الديك، نحطه عليه في الأول. نبتدي نرص الجزر جنبه. واخر حاجة هناخد الصوص اللي حضرناه. ونحطه على الديك، وطبعا بعد كده ممكن نغطس بقى فيه كمان الجزر. وبكده نكون خلصنا وصفة الديك الرومي المحشي بسجق الفراخ، وعملنا جنبه جزر بانيه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خير الله إن شاء الله. Thank you.